السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت 3 مباريات حاليا في بطولة الدوري الجزائري، وزي ما انتم متعودين بنتكلم فقط عن المباريات الكبرى والمباريات اللي طرفها نادي كبير ونادي عنده شعبية كبيرة في الجزائر. فأول مباراة كانت ما بين شبيبة القبائل ونادي مولودية البيض، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. المباراة الأخرى كانت مباراة أولمبي شلاف ووفاق ستيف، وانتهت المباراة بنتيجة مفاجئة للجميع بفوز أولمبي شلاف بنتيجة 4-0. وأيضا كان في مباراة يعني مباراة كلاسيكية ما بين مولودية وهران وشباب قسنطينة، وانتهت أيضا بنتيجة 0-0. كان قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، أو تعمل إعجاب لو الفيديو عجبك. أول مباراة نتكلم عنها هي مباراة مولودية وهران وشباب قسنطينة. المباراة كانت في قسنطينة وكان في حضور جماهيري كبير جدا، وكانت الحقيقة مباراة ممتعة على المستوى الجماهيري، لكن في أرض الملعب كانت في هجمات هنا وهجمات هناك، ولكن يعني في النهاية لم تسفر عن أي أهداف. مباراة كانت سلبية على مستوى الأهداف، لكن كانت ممتعة زي ما قلت لكم بسبب الحضور الجماهيري. يعني زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة حضور جماهيري كبير جدا في قسنطينة، وكان في أيضا يعني تنقل من جمهور مولودية وهران اللي راحوا عشان يشاهدوا المباراة ويحضروا المباراة من أرض الملعب. على كل حال، هي المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وأعتقد في الوقت الحالي شباب قسنطينة هو متصدر جدول الترتيب، وأعتقد بيعمل موسم جيد فريق شباب قسنطينة. المباراة الثانية كانت مباراة أولمبي شلاف وفريق وفاق ستيف. الحقيقة يعني وفاق ستيف النهارده اتفاجئنا بمستوى سيء جدا 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 على عكس المعتاد. كلنا نعرف طبعا المدرب حسام البدري، وانا على المستوى الشخصي لان طبعا كنا عارفينه مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، صعب جدا انه يخسر بسكور بهذه النتيجة الثقيلة، يعني بنتيجة 4-0، نتيجة كبيرة جدا على المدرب حسام البدري. الفريق النهارده من حارس المرمى بخط الوسط بخط الدفاع بخط الهجوم، كل الفريق كان تايه، يعني تشعر انه تائه، محدش عارف دوره. الفريق قدم مستوى سيء جدا وسلبي جدا، واعتقد دي اسوأ مباراه للمدرب حسام البدري منذ ان قتل الجزائر. اخر مباراه كانت مباراه شبيبه القبائل واولمبي البيض، والمباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0. كان في محاولات كتير جدا من نادي شبيبه القبائل عشان يعني يحرز هدف التقدم، لكن الحقيقه فريق المولوديه كان منظم وكان بيقدر يقفل على فريق شبيبه القبائل. لكن النقطه السلبيه اللي شفناها في المباراه اليوم من طرف نادي شبيبه القبائل، النادي شبيبه القبائل يعني تشعر انه متخوف ومتحفظ نوعا ما، هجماته كانت على استحياء، يعني ما كانش عنده هجمات صريحه وفرص خطيره سوى فرصه او فرصتين. لكن على كل حال الفريق كان تشعر يعني انه عايز يهرب من الخساره، لذلك اللي ظهر بهذا الاداء السيء يعني في مباراه المولوديه اليوم. لكن اعتقد ان فريق شبيبه القبائل في تحسن كبير جدا في الفترات القادمه، ونفس الكلام على فريق شباب قسنطينه. هي دي اللي كانت مباراه اليوم، الثلاث مباريات اللي كنا نتكلم عنهم اليوم. وانا في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي طبعا في مباريات قادمه من بطوله الدوري الجزائري، والسلام عليكم.